صلاح لا 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 هو صلاح لا 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 هو صلاح لا 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 هو صلاح. من بسيون إلى العالمية، إنها قصة صعود النجم المصري محمد صلاح، فعلى بعد 6 كيلومتر من مدينة بسيون الساحرة وبتحديد في قرية نجريح الصغيرة، ولد النجم العالمي محمد صلاح عام 1992 وبدأ في ممارسة كرة القدم وهو في 6 من عمره مع أصدقائه وزملائه في المدرسة من أبناء قريته، ولكنه في 10 من عمره اتجه إلى احتراف الكرة واللعب في الأندية لثقل مهارته وموهبته التي اكتشفها والده منذ البداية وعشقها النجم، فقرر أن تكون مستقبله. قصة مواطن بسيط وعادي توجت الآن بالعالمية بعد أن أصبح ثاني لاعب مصري يتوج بلقب أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2017 بعد اللاعب محمود الخطيب، وذلك في حفل توزيع جوائز كاف الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا. وهيمنت مصر على جوائز الكاف هذا العام وفازت بثلاث جوائز لأول مرة في تاريخها، فبجانب لقب أفضل لاعب لصلاح كانت مصر أفضل منتخب في القارة والمدرب هيكتور كوبر الأفضل في القارة أيضا. وحسم لاعب ليفربول البالغ من العمر 25 عاما الجائزة بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال والجابوني بيير إميرك أوباميانغ لاعب روسيا دورتموند. جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لم تكن الجائزة الوحيدة الذي فاز بها النجم محمد صلاح، بل حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2017 طبقا للاستفتاء الجماهيري الذي طرحته شبكة ESPN الرياضية العالمية. وتفوق محمد صلاح على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانية، وهاري كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، ونيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي في الاستفتاء الذي طرحته شبكة ESPN لاختيار أفضل لاعب في العالم. وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول على 70% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء.